السلام عليكم طلاب، نبتدي محاضرتنا لهذا اليوم، ومحاضرتنا راح تكون على النوع الآخر من أنواع البيرنج. بالحقيقة احنا الدرسين الماضية بالحقيقة كنا نستعرض السلايدنج بيرنج، واستعرضناها بالتفصيل الممل، وشفنا كيفية طريقة التصميم مالتها. طبعا هناك بالنسبة للسلايدنج بيرنج وبالذات الجورنال بيرنج، بإمكانك انه تروح تصنع جورنال بيرنج خاص بيك، و تقدر تستخدمه بالتصميم مالتك، يعني كجزء من أجزاء الماكينة اللي تعمل على تصميمها. هنا بالنسبة للنوع الآخر اللي هو الرولينج إليمنت بيرنج، الرولينج إليمنت بيرنج، مقدما لازم نذكر أنه الرولينج إليمنت بيرنج هي عبارة عن ريدي ميد آيتمز. يعني شنو الريدي ميد آيتمز؟ هي أجزاء بالحقيقة جاهزة نروح نشتريها من السوق ونستفاد من عندها بالتصميم مالتنا، نوظفها بالعمل مالتنا بالمكان بسرعة. نوع مهم جدا 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 بكل التطبيقات، راح تشوف اكو عندك رولينج اليمنت بيرنج من يعني شفت اللي هو اقطارها بالكذا مليمتر، 2 مليمتر و3 مليمتر، الى شفت اللي هي الأقطار مالتها بالاثنين فيت تقريبا، الاثنين فيت القطر مالتها. يعني بالإمكان أنه تشوف يعني بيرنج كبيرة وبيرنج كل صغيرة، وما بيناتهم فد أحجام متنوعة من هذا النوع من أنواع البيرنج. جدا جدا مهم بالتطبيقات الصناعيه والتطبيقات المنزليه وكل التطبيقات بالحقيقه. وين ما راح تروحون راح تشوفون كميات كبيره جدا من الرولينج اليمنت بيرنج. نقول رولينج اليمنت، وعندنا كلمه بيرنج، هذه الكلمه مال البيرنج designed to permit a relative motion between two machine parts. هذا اللي عرفناه سابقا، دائما اكو عندنا جزء متحرك وجزء ثابت، فنريد نفصلهم عن بعضهم البعض، فنفصلهم باستخدام شنو؟ باستخدام البيرنج. اذا البيرنج ار ديزاين تو بيرميت ا ريلاتيف موشن بتوين تو ماشين بارتس، يوجوالي ا روتيتنج شافت اند ا فيكست فريم. روتيتنج شافت اند ا فيكست فريم، هذا هو تعريف العام للبيرنج بصوره عامه. وايل سبورتنج ذا ابلايد لود، هذه النقطة الثانية، يعني البيرنج لازم يوفر لنا هالقضيتين، انه يسمح لنا بالريلاتيف موفمنت ما بين تو بارتس، واحد من عندهم متحرك والاخر عندهم فيكس، ويتحمل لنا الحمل المسلط على بيرنج بصورة عامة، سواء كان سلايدنج بيرنج سواء كان رولينج اليمنت بيرنج. نجي على كلمة رولينج اليمنت، تناولنا موضوع السلايدنج بيرنج. ايش قلنا؟ قلنا السلايدنج بيرنج عندنا الجزء المتحرك اللي هو الجورنال، والجزء الثابت اللي هو من الزيت، طبقه خفيفه من الزيت. هذه الطبقه الخفيفه من الزيت هي اللي تفعل فعل البيرنج، راح يتولد بها بريشر ديستريبيوشن، وهذا البريشر راح يولد لنا لود، وهذا اللود راح يتحمل لنا اللود الخارجي المسلط. والزيوت الطبيعة راح تكون هي عبارة عن مواد مثلقة، يعني راح تكون عندنا يعني تقلل لنا من قيمة الفريكشن ما بين السطحين بالحقيقة مال السلايدنج بيرنج. اوكي، اذا هناك ايش يكون عندنا؟ يكون عندنا جزء دوار وجزء ثابت وبيناتهم طبقة خفيفة من الزيت، وشفنا انه هناك شلون راح يتولد عندنا الفريكشن فورس، وش راح يتولد عندنا الهيت، وشلون نحسبهم، وشلون كل هاي الامور شفناها. هنا بالنسبه للرولينج اليمنت بيرنج عندنا الجزء اللي يدور اللي هو الشفت، والجزء الثابت اللي هو الفريم مال المشين، زين بيناتهم اكو رولينج اليمنت. هذا الرولينج اليمنت قد تكون بولز، فلذلك نسمي البيرنج بالبول بيرنج، أو قد تكون رولرز. تعرفون شو الرولر؟ الرولر عبارة عن صوانة، فراح نسميه بالرولر بيرنج. أو قد تكون على شكل إبري، نوع من أنواع
الرولرز يعني نوعية خاصة من أنواع الرولرز اللي بيها السلندر أكسلريشن مالتها عالي، الـ L2D مالتها عالي، زين، وراح نسميها بالنيدل بيرنج، شكلها شكل الأبرة، زين، أو قد تكون عندنا سلندريكال رولر بيرنج أو سلندريكال بول بيرنج أو دي يكون بيرنج أو زين تيبر رولر بيرنج على شكل مخروط بيطلع شلون. المهم ما بين الجزء اللي دي يدور اللي هو الشفت وما بين الجزء الثابت اكو عندنا فالجسم المتداحر، خلينا نقول زين هذا الجسم المتداحر قد يكون يعني رولر وقد يكون الرولر بيرنج او البول بيرنج. هذه الوجود المتدحرجات راح يجعل لنا فريكشن من النوع اللي نسميه احنا الرولينج فريكشن اللي هو فريكشن قليل. احنا طبعا حتى في حياتنا اليوميه قعدنا اجسام ثقيله ونريد ننقلها من مكان الى مكان نستخدم طريقه العراقيين القدماء مثل ما نقول زين اللي كانوا ينقلون الاثقال باستخدام رولرز الجسم اللي يريد ينقلوه من مكان الى مكان رولر يبطوا دفعه فراح تكون عندك الفريكشن المتولد ما بين راح يقل عندنا الفريكشن بشكل كلش كبير بسبب وجود هذا الجزء المتدحرج شلون نقول البوري او الرولر اللي راح نستخدمه. فبسبب شنو بسبب كون الفريكشن راح يكون عندنا من نوع رولنج فريكشن اللي هي تفصل لنا ما بين او تسمح بالريليتيف موفمنت ما بين جزء متحرك وجزء ثابت زين عن طريق الفصل ما بين الجسمين باستخدام شنو باستخدام رولينج اليمنت. هذا الرولينج اليمنت maybe بولز او maybe رولرز maybe رولرز. ما شفنا بالسلايدنج بيرنج قلنا البيرنج بصوره عامه ممكن انه تنقسم الى راديال بيرنج وممكن هذا نوع والنوع الاخر اللي احنا نسميه بالرفت بيرنج. شنو معنى الراديال بيرنج؟ هو البيرنج اللي يتحمل لنا راديال لود. اما معنى الثرست بيرنج فهو البيرنج اللي يتحمل لنا الاكسيال لود، يتحمل لنا الاكسيال لود اللي يتحمل لنا الثرست اللي يتحمل لنا الثرست. اذا عندنا البيرنج بصوره عامه سواء كانت سلايدنج سواء كانت رولينج اليمنت بيرنج كلها يعني راح تنقسم لنا الى المين تو تايبس. هذه يا اما يكون عندنا راديال بيرنج يا اما يكون عندنا شنو ثرست بيرنج. واكو عندنا بالمناسبه اكو عندنا بيرنج تتحمل الميكس يعني تتحمل لنا الراديال زائدا شنو زائدا الراديال زائدا الثرست. عندنا تيبر رولر بيرنج دائما نستخدمه لما يكون عندنا ثرست قيمته عاليه والريديال او البول بيرنج اللي هي السلندريكال رولر بيرنج او السلندريكال بول بيرنج ايضا تتحمل لنا بالاضافه الى الريديال ثرست لود. بالنسبه لا باس بها من الثرست لود لكنه الدوميننت لود اللي تتحمل الرولينج كونتاكت بيرنج بالحقيقة تتراوح والدايمتر of only few millimeters to a huge special bearing such as a drag line trunnion bearing with bores of 20 feet تقريبا. تخيل عندنا 20 فيت قطر مال بيرنج قطر الداخل مال زين بيكون عندنا 20 فيت المتر هو 3 بوينت سمثينج زين ف 20 فيت تقريبا بحدود 6 مترات وشويه يعني القطر مالته ممكن يكون عندك بيرنج بهالشكل هذا زين من فيو مليمتر الى 20 فيت. يعني بالتطبيقات المنزليه مثلا مالت اللي تقدرون تشوفوها انتم بالبيت مثلا اذا تلاحظ المروحه السقفيه تلاحظون اذا تقعد تفسخها راح تشوف اكو بها فد بيرنج زين هذا البيرنج كلش صغير تباع عليه زين فعلا هو فيو
مليمتر جوز 10 مليمتر شوية أكبر شوية أقل تطلع شلون؟ بينما أكو عندنا مثلا لما تروح للرافعات هاي الجيب كرينز مثلا اللي تشوفوها بالشارع الكرينات أوكي؟ تلاحظون الصينية مالتها هذه شلون تدور بهالسهولة هذه تسمح للماكينة إنه تستدير ب 360 درجة زين؟ أكيد لوجود بيرنج وهذا البيرنج بالحقيقة من نوع الثراست لأنه الفورس مالته الفورس المسلط عليه راح يكون عبارة عن أكسيال أوكي عبارة عن أكسيال فلذلك بس تشوف القطر مالته كبرى شوف القطر مالته كبرى إذا التطبيقات مالته الرينج مالته راح يكون عندنا الرينج كلش عالي اللي هو يعني من فيو مليمتر إلى كذا متر إلى with minimum maintenance. Maintenance مالتها سهل. عملية تغيير تبديل لما يصير عندك تلف بواحد ما تروح تبدله. لا عندك إمكانية صنيعة ولا عندك إمكانية تسويها. زين؟ The minimum lubrication required. اللوبريكيشن اللي تحتاجه كوست قليل. أعتقد عمليات التشحيل اللي تسوي للمفاصل وللهذه اللي موجودة بالسيارة وبالمكان الأخرى هو بالحقيقة جزء من عدها أنه للبيرنس أوكي بس قاعدنا بيرنس بالحقيقة كومبليتسين بيها كمية من الزيت وتبقى وياها العمرها كله إلى أن تنتهي تبدلها ويروح وياها الزيت كذلك زين good for low speed operation بالنسبة للسلايدنج بيرنج درسين الماضي اذا ماكو سرعة عالية ما عندك هيدروداينامك اكشن يعني ماكو عندك هيدروداينامك بيرنج في حالة السرعات القليلة هناك مثل ما شفنا راح يصير عندنا نتحول من الهيدروداينامك الى الميكس والباوندري هنا أنا بالنسبة لنا بالرولينج اليمنت بيرنج زين it is good for low speed operation Good for low speed operation. Low starting friction. سبب وجود هذه الإحراجات هذه الرولينج إليمنت. دي سنعدنا low starting friction. Low starting friction. And low power loss. Due to frictional drag. هذه أيضا ميزة من الميزات اللي يتميز بها الرولينج كونتاكت. كان ready to support radial thrust or combined of radial and thrust راح نشوف اوكي اقعدني بالإضافة إلى ذلك thrust ball bearing thrust thrust كما هو الحال في التيبر roller bearing مثلا التيبر roller bearing راح نشوف لنا وعندنا مميزات اخرى كثيره بالحقيقه يعني البيرنج هذا شو اسمه تحتاج الى عمليه التصميم لكن التصميم مالتها بالحقيقه والتصنيع مالتها المعقد زين تحتكره شركات موجوده بالعالم يعني عندنا حدود كذا شركة صنع لنا كافة أنواع البيرنج وبكافة الأحجام وهي مسيطرة على السوق العالمية والسوق العالمية مكتفية فلذلك أنت من المفروض كمهندس تروح تسوي عملية تصميم تلاحظ شلون وتصنيع للبيرنج موجود عندك البيرنج موجودة بالسوق يعني إحنا هسه إحنا من نريد نروح من نحتاج البيرنج نروح نشتريه من السوق بالحقيقة زين عندنا شركات كثيرة ومتعددة بالعالم يعني واحدة من أشهرهن بالحقيقة من أشهر هذه الشركات هي الـ SKF الفاق مثلا الـ NTN اليابانية بالنيتشا شركات ألمانية وقعدنا كم شركة بعد أخرى يعني موجودة بالعالم زين هذه بالحقيقة تغطينا السوق العالمية من ناحية البيرنج وبكافة الأنواع وبكافة الأحجام وبكافة الأحجام طبعا هناك لما صنعوها
صنعوها وفق يعني الديزاين بروسيجر. بالحقيقة هنا أنا بالنسبة إن الرولر الرولينج بيرنج إليمنتس بالحقيقة تشتغل على الرجيم مال اليوبريكيشن اللي احنا شرحناه بالدرس الماضي اللي هو الستر باك كيرب على الالاستو هيدروديناميك لوبريكيشن. الالاستو هيدروديناميك لوبريكيشن انه اكو عندنا طبقه خفيفه من الزيت وهاي الطبقه الخفيفه من الزيت راح تولد بيها فد بريشر كلش عالي زين يكفي ان يسوي لك الاستيك ديفورميشن على من على الرولينج اليمنت. يعني فد نظرية جدا معقدة حقيقة والحل مالتها سوليوشن مالتها يحتاج إلى فد عناية خاصة. أوكي فالتصميم مالتها تصميم مو سهل بالحقيقة الحسابات مالتها. أوكي بس أكو عندنا شركات عالمية بالحقيقة هاي الشركات العالمية هي اللي تغطي حاجة السوق العالمية من ال من كافة أنواع البيرنج من كافة أنواع البيرنج. element bearings it can be classified either as a ball bearing ball bearing. يعني شنو ball bearing؟ ball bearing يعني اكو عندنا الجزئين المتحرك والثابت اكو بيناتهم جزء اللي هو عبارة عن balls اللي هو خشمات بالعامية احنا نقول عليها هذا يسموه بالball bearing or roller bearings اللي دا يكون عندنا الفاصل ما بين الجزء المتحرك والجزء الثابت اكو عندنا رولرز. هسه راح نشوف الصور مالتها بعد شويه وراح نشوف التفصيل مالتها بالتفصيل الممل. هذه هي بالحقيقه هذا اللي موجود عندنا تلاحظون هذا الجزء الخارجي اللي راح نسميه بالاوتر ريف او الاوتر رينج. شوفوا هذا الاوتر رينج اوكي هذا الجزء الداخلي راح نسميه الانر ريس او الانر رينج الثاني. بيناتهم او شنو اكو جزء متدحرج اللي دي يفترب مكانه لاحظ مكانه زين مو بال هذا بول بيرنج لانه الجزء الرولينج اليمنت بالحقيقه ما هو عباره عن بول مجموعه من البول واحد ما تكون سايبة راح يخلي شلون نقول مثل الاسوار او المعرض اللي يلزمهن هذا صادما مع بعضهن البعض هذا اللي نسميه بالكيج. لاحظ هذا الكيج او السيبريتر حول المحيط حول المحيط الى حريه الحركه وحول المركز مالتها الرولينج اليمنت اللي يفصل لي ما بين الانر ريس اللي هو هذا والاوتر ريس. هذا الانر ريس هو الجزء اللي راح نقعد عليه بيرنج بينما هذا الاوتر ريس البيت مال البيرنج اللي راح نخليه بداخل الماكينه. يعني هنا الجزء الخارجي هو الجزء الثابت هذا اللي هو الفريم مال الماكينه. فاحنا نريد نفصل الشافت اللي يدور هنا عن الفريم مال الماكينه باستخدام هذا البيرنج اللي هو هنا عباره عن بول بيرنج لاحظ هذا كبير واكو بيرنج عندنا الويكس مالتها صغير يعني نحيفه. لما نعطيكم مثل عن زين شوفوه هو فشي كلش صغير يعني خلي كثير انتباهكم هاي الشغلات تباعون على للبول بيرنج. شوف دائما يكون عندنا البور نفسه
البور هذا الثقب اللي راح يقعد بيه شنو؟ راح يقعد بيه الشفت زين. وعندنا الاوتر دايمتر اللي هو مال البيرنج زين. وعندنا مجموعه ان الرولر من الرولينج اليمنت سواء كانت بول او كانت رولر وعندنا الاوتر ريس اللي هو ايه هذا. من نقول اوتر ريس يعني هذا الجزء الخارجي. الانر ريس هو الجزء الداخلي. الكيج هو هذا المعضد اللي راح ينزل منه البوابات حتى لا يخليها تصطدم واحد بالاخر زين. يعني هذا لاحظوا لو تشوفون هذا الكيج هاي البولز داخله قاعده داخل الكيج مالتها. وده تكون عندك عندها اتصال ويا الانر ريس والاوتر ريس. هذا البور هذا هو عباره عن البور اوكي. هذا الجزء اللي راح يقعد بيه بداخله الشفت راح يقعد بداخله الشفت. لاحظ هذا النوع من انواع البيرنج اللي هو عباره عن بين عليه رولر بيرنج اوكي. رولر بيرنج ليش؟ لانه اللي ده يفصل لنا ما بين الانر ريس والاوتر ريس هذا عباره عن رولرز عباره عن اسطوانات دحرجات على شكل دحرجات اسطوانيه الشكل اوكي. هذه الدحرجات الاسطوانيه الشكل اذا كان الدي الى الال او الال الى الدي كلش كبير يعني اللينكس اكبر من الدايمتر مالتها راح تكون على شكل نيدل بالضبط على شكل يعني شكلها شكل ابري. فهذا يسموه بالنيدل بيرنج باعوا هذا النوع هذا يسموه تيبر رولر بيرنج الانر ريس والاوتر ريس وده يفصل بيناتهم رولرز. الشكل مال هذا ده يكون عندنا على شكل شنو؟ على شكل تيبر. هنا أنا بالامكان انه يتحمل لنا التو تايبس اوف لود اللي هو الراديال اند ثرست. هذا يتحمل لنا الراديال اند ثرست. هذا يتحمل لنا راديال بنسب معينه. هذا يتحمل لنا راديال بنسب ايضا معينه. وكذلك الحال هذا يتحمل لنا راديال لود بس هذا يتحمل لنا راديال بلس ثرست. بينما هذا ايضا ده يكون عندنا عباره عن راديال لود. ما موضح لكم الثرست بيرنج اللي هو البيور ان شاء الله على المحاضره المقبله انطيكم مجموعه من الصور كلش كبيره على هالموضوع هذا لان هذا الموضوع جدا جدا مهم لازم تطلع عليه بكل التفاصيل مالته. اذا هذه هو التيرمز اللي راح نستخدمها بالنسبه لل هذا. واكو انواع كثيره بالنسبه لنا شو اسمه بالنسبه للبيرنج. اولا واحد من اشهر انواع البيرنج من الحقيقه الرولينج اليمنت بيرنج اللي هو سنجل رو ديب جروف بول بيرنج. نقول سنجل رو ديب جروف بول بيرنج يعني اكو عندنا مقابلين ايضا دبل رو ديب جروف بول بيرنج. لما دا نستخدم السنجل رو او دا نستخدم الدبل رو نطلع شلون هذا يعتمد لنا على قيمه يعني اللود اللي مسلط على البيرنج. اذا كان اللود كلش كبير زين نحتاج الى دبل رو بدل السنجل رو نطلع شلون بالضبط. مثل ما شفنا بالقوايش بعض الاحيان نحتاج خمس قوايش او سته حتى ننقل الباور لانه القايش الواحد ما يقدر ينقل لنا الباور. مثل ما شفنا بالتشين نفس الحاله مثل ما شفنا هنا بالبيرنج ايضا. بما انه يعني البيرنج له مهمتين رئيسيتين هو الفصل ما بين الاجزاء المتحركه حركه بحركه نسبيه زين بالاضافه الى هذا مع تحمل الحمل المسلط على زين على الاجزاء. فالأحمال قد تكون كبيرة جدا وقد تكون متوسطة وقد تكون قليلة. فالأحمال الكبيرة جدا تحتاج إلى مثل هالنوع هذا اللي هو الدبل رو. فإذا عندنا اكو سنجل رو ديب جروف بول بيرنج. ليش دا نقول ديب جروف بول بيرنج؟ هذا ديب جروف الحقيقة هذه الكرات اللي دا تشوفوها أمامكم زين راح تتحرك من دا تفتر حول ويا الانر ريس ماكو زين تتحرك بداخل جروف تطلع شلون. هذا الجروف بعض الاحيان الحجم مالته تقريبا بقطر الكره هاي تقريبا مالته الابعاد مالته بقد ابعاد الكره هاي بقد قطر الكره هذه. فاذا كان الجروف هذا بقد قطر الكره تقريبا زين راح يسموه بالديب جروف
حتى يميزوه عن الشالو جروب بالحقيقة. أقعدنا واحد العمق مالته ضحل وأقعدنا العمق كبير. فالديب جروف هو هذا الجروف اللي راح يتحرك بداخل الرولينج إلمنت بالحقيقة، يكون الدايمنشن مالته بقد الدايمنشن مال الرولينج إلمنت نفسه اللي هو البول أو الرولر. إذا السنجل رو ديب جروف بول بيرنج زين، هذا اللي شفتوه هسه. It's the most widely utilized rolling element bearing. واحد من أشهر الأنواع. طبعاً أنتوا أكيد يعني خلال حياتكم اليومية شايفين كلش كميات كبيرة من البيرنج من هالنوع هذا. وبالذات هذا البول بيرنج. البول بيرنج. زين. Because it can support both radial load and moderate thrust load. Thrust load. بالإمكان إنه هذا single رو ديب جروف بول بيرنج يتحمل لنا الراديال لود بالإضافة إلى مودرة ثرست لود. بالحقيقة ثرست لود بنسبة قليلة وليس نسبة عالية. زين؟ in either directions. in either directions. فهذا مهم بالحقيقة. هنا عندنا تفاصيل أخرى عن الأنواع كثيرة أخرى. عندنا الدبل رو ديب جروف بول بيرنج اللي externally self aligning bearings. هذا شوي نتوقف عنه. هنا الدبل رو لاحظوا هنا كلها موجودة في الصورة هذه. شوف هذا السنجل رو. ليش سنجل رو؟ لأن أقعد لصف واحد من الكرات أو صف واحد من الرولر، صف واحد من الرولينج إليمنت إذا أريد نقول. أوكي، فيسموه سنجل رو. هذا كذلك سنجل رو بس تحمل لنا لود أريد اللود أعلى. هذا هو عبارة عن دبل رو. دبل رو اكو عندنا صفين من الكرات او صفين من الرولرات. اوكي، صفين من الرولينج اليمنت يسموه دبل رول. وهنا اكيد اللود كارين كاباسيتي مالته راح يكون عندنا اعلى. اكو عندنا نوع يسموه سيلف الايننج. سيلف الايننج عمليه الالايننج من تجينا يعني كلمه الالايننج هنا الحقيقه بالبيرفكت اوبريشن مال الماشين اليمنت لازم يكون عندك الشفت مال يعني الاكسنت مال الشفت والاكسنت مال البيرنج. شي يكون عندك يعني متطابقين تماما 100%، يعني الزاويه بيناتهم تكون صفر. هذا هو منو الشفت مال البيرنج والشفت مال العفو الاكسنت مال البيرنج والاكسنت مال الشفت لازم يكونون متطابقين. فلذلك نقول دول الايند. حضراتكم يعني كثير سامعين انه هذا الجهاز يراد لالايمنت، وقسم من الاجهزه الالايمنت مالتها تحتاج الى اجهزه جدا جدا غاليه وتحتاج الى خبرات بالحقيقه، خبرات يعني متراكمه حتى نسوي الالايمنت مالتها. زين، ليش الالايمنت مطلوب؟ لانه اذا صار عندنا بس الالايمنت اللي هو عكس الالايمنت، اوكي، راح نعرض الماكينه الى خطر الفايبريشن اللي راح يصير نتيجه للمسالايمنت. زين، فاكو عندنا طبعا هذا الالايمنت بالحقيقه اللي يصير عندنا نتيجه عده عوامل. العامل الاول مثلا عندنا اخطاء بالتصنيع مثلا، وهذه ممكن يعني دائما احنا نتحرك ضمن تولرنسز. بتلاحظ شلون فعندنا اخطاء تصنيعيه ممكن تولد لنا الالايمنت. اكو عندنا اخطاء تجميعيه، يعني ورا ما نكمل التصنيع مالتنا ونجمع الاجزاء مع بعضها البعض اكو عندنا تصير عندنا بعض الاخطاء تسبب لنا بالمس الايمنت هذا. فهذا المس الايمنت بحقيقه بي ديجري، اكو هاي مس الايمنت واكو سمول مس الايمنت. هذا السمول مس الايمنت ممكن انه عالجه باستخدام نوعيه من انواع البيرنج اللي هو هذا النوع باعه. راح حتى اعطيكم التسميه الدقيقه مالته باعه. هذا عندنا الدبل رو ديب اكسترنالي سيلف الايننج بيرنج. اكسترنالي سيلف الايننج بيرنج بتلاحظون اكسترنالي سيلف الايننج هو يعدل نفسه وياخذ هذه النسبه القليله من المسالمنت اللي ممكن ان تحدث نتيجه للاخطاء اللي هي ممكن تكون تصنيعيه او ممكن تكون شنو تجميعيه. زين، شلون يكون عندنا العمل مال السيلف الايننج؟ هذا الانر ريس بالحقيقه
يخلون بفد حرية الحركة اتجاه اليمين أو اتجاه اليسار، بحيث شكو عندك سيلف شكو عندك مس ألايمنت بالحقيقة راح ياخذه هو بنظر الاعتبار. زين، مع الأسف لو كنا بالقاعة كان جبنا بعض البيرنج شوفناكم إياها على هالموضوع هذا. فإذا عندنا أكو عندنا نوع آخر اللي هو الاكسترنال سيلف ألايننج بيرنج. They have two pieces, outer races with multi-spherical interfaces are also commercially available. موجود بالشكل إيه هذا اللي زين. أكو عندنا single row angular contact ball bearing. زين، هذا اللي بالحقيقة الأنواع مال البيرنج هذا اللي كلها موجودة هنا. راح نجيب لكم إن شاء الله صور عن المحاضرة المقبلة توضح لكم إياها أكثر من هذه المخططات. زين، اللي هي إذا هذا هو فد مقدمة بسيطة عن الرولينج كونتاكت بيرنج. هذا باعوا هنا، هذا عبارة عن ثرست بيرنج. باعوا الثرست بيرنج اللي تشوفون الدايركشن مال اللود دي يكون عندنا باتجاه من باتجاه الاكسل، باتجاه الاكسس مالت من مال البيرنج. لذلك هنا البول بتحمل لنا فورس بهذا الاتجاه، بهذا الاتجاه. اوكي، هذه باوع هنا هذا الترتيب مال البيرنج، هذا ما بامكانه يتحمل لك فورس بهذا الاتجاه اللي هي موازيه للاكسس مال البيرنج، يعني قيمته كبيره. شلون نقول تتخيلها وكانما تحاول انه تفصلها لهذه البولز اذا سلطت عليه اكسيال فورسز بهذا الاتجاه، بهذا الاتجاه. اوكي، فلذلك اذا كانت عندك اكسيال فورس عالي تحتاج الى ثرست بيرنج، الى ثرست بيرنج اللي هو هذا، هذا النوع من الثرست بيرنج، هذا اللي هو راح يتحمل لك شنو؟ يتحمل لك الاكسيال فورس. اذا لحد هنا ما ادري شباب اذا عندكم اي شيء لحد هنا فدي استفسار قبل لا ندخل بالهذه حتى نكسر شوي من الروتين مال المحاضره. تفضلوا بابا اذا عندكم شيء اريد. دكتور، اي تفضلي. دكتور وين نستخدمه يعني اكثر شيء؟ ماكو شفت، بتلاحظين شلون شفت وعندك يعني مثلا بالسياره على سبيل المثال العجلات هذه مال الاطارات، بتلاحظين شلون اذا تروحين تفسخين المنطقه هذه مال الويل والهذه راح تشوفين اكو عندنا تيبر رولر بيرنج. زين، تفصلين ما بين اي جزئين، واحد ثابت وواحد متحرك، راح يكون عندك لازم تستخدمين لازم تستخدمين بيرنج بصوره عامه. يعني احنا مثلا تروحين الى محطه توليد الطاقه الكهربائيه على سبيل المثال اللي هو الشفت اللي عليه التوربين وعليه الكمبرسر وعليه الهذا، تروحين تلاحظين البيرنجز اللي موجود بيها هي من النوع اللي درسناه سابقا، تلاحظين شلون اللي هو شنو السلايدنج بيرنج. ليش السلايدنج بيرنج؟ لان هناك بالحقيقه السرعه مال الشفت توصل الى 10000 ار بي ام، تفهمين شلون 10000 ار بي ام. ف حتى استفاد من هذه الظاهره اللي درسناها سابقا اللي هو الهايدرو داينامك بيرنج، تلاحظين شلون نستفاد من هاي الظاهرة اللي الهايدرو دايناميك بيرنج، فنسوي لنا فد بيرنج فيري سمبل. نفس الشكل ها عيني منظمة الغاز، شلون عفوا المنظم مالت الغاز هذا تخلينا بقليل. ما عندك حركة نسبية، هذا باعيني ما عندك حركة نسبية، شوي انتبهي على هذا الموضوع. من تروحين مثلا للتطبيقات المنزلية مثلا عندك بالبنك اذا تشوفين هذا المروحة السقفية المروحة العادية تطلع ما يشون تقدرين تلقين بيرنج موجود بيها. بالسيارات تروحين تشوفين ماكو مكان ما عندك بيه بيرنج، يعني باعي اذا تروحين على مثلا اللي شوفتكم اياه هذا الورم جير جير بوكس، الجير بوكس بصورة عامة تلاحظين شلون احنا عندنا الجير بوكس اكو عندنا انبوت شيفت وعندنا اكو اوتبوت شيفت، اكو شيفت يدخل للجير بوكس واكو شيفت يخرج لنا مو السرعه الحركه الدورانيه. هذا الشيفت حتى نسمح له انه يتحرك فريلي بكل حريه زين ونفصله عن البدن مال الجير بوكس. ارجو انه يعني شفتوه هذا على سبيل المثال قلت لكم انتبهوا وشوفوا البيرنج راح نجي عليها، تلاحظين شلون؟ فاذا تشوفين انه الورم من ده يتحرك
ايش نستخدم؟ لازم نستخدم بيرنج، ولازم ايضا يتحمل لنا اللود اللي راح يتولد. مين يتولد لنا اللود؟ يتولد زين. ف الور مو الجير مثلا راح يتولد لنا مثلا راديال فورس، يطلعون شلون على بينما بالاوتبوت شيفت اللي هو الشيفت اللي راح يقعد عليه شو اسمه يعني يقعد عليه الورم جير، نطلع شلون شنان هو سيبر ولا بيرد. هذا سيبر ولا بيرد يدل على وجود اكثر فورس، هذا السيبر فورس بالاضافه الى الراديال فورس. ان شاء الله نجي احنا شلون نختار بيرد بالحقيقة ونفصل بهذا الموضوع. بس يعني في كل مكان قعدنا حركة نسبية ما بين الشيف لازم نستخدم بيرنج بصورة عامة. بالسلايدنج بيرنج لما يكون عندنا السرعات العالية نستفاد من ظاهرة الهيدروديناميك فنستخدم السلايدنج بيرنج. بالسرعات الواطئة اللي نعتبرها سرعات واطئة زين نقدر نستخدم هذا النوع من أنواع البيرنج اللي هو الرولينج إليمنت بيرنج. ما أدري قربة الفكرة لو تحتاجون بعد الى توضيح. لا دكتور وصل. الاخوان الباقين مرتضى، مرتضى ثامر، مرتضى مرتضى موجود؟ مرتضى موجود دكتور موجود. اي عندك شيء على هالموضوع هذا ممكن شو اسمه تفسر به؟ التلول المفروض يكونون يعني اقرب الى الموضوع من هذا لانه شايفين هذه الشغلات يعني شغلة مشتغلة بيتكم. زين اذا نكمل الموضوع مالتنا يا اخوان. عندنا مثل ما قلنا البيرنج هذه هي ريدي ميد ايتم، وهذه الريدي ميد ايتم بروسيجر خاص بالبيرنج سيلكشن. بالمناسبه كل شركه تنتج لنا البيرنج تصدر لنا وياها كتالوكات. هذه الكتالوكات انتم اللي راح تعتمدون عليها في عملية الاختيار الصحيح للبيرنج الصحيح. طبعا اذا ما اختاريت البيرنج بشكل مضبوط يعني تخيل انك يعني بيرنج ما راح يتحمل لك اللود المسلط عليه. زين فاذا تحكم على المشين اللي سويتها كلها بالفشل بالفشل. يعني تخيل عندك هذا الكرين اللي هو اعطيتكم عليه هذا المثال. الكرين انت تسوي لك كرين على سبيل المثال، وهذه الصينيه العريضه مالته اللي المفروض تختار 360 درجه، وانت حضرتك بتختار البيرنج واختاريته بشكل غير دقيق. زين وصار عندك بفيلير، فصار عندك فيلير بالفانكشن مالت من مال الرافعه، لان هاي الرافعه ما المفروض تبقى باتجاه واحد وانما تفتر ب 360 درجة تقريبا. زين فإذا ما كان اكو بيرنج يفصل لك ما بين البدن السفلي والبدن العلوي، تلاحظون شلون مال هذا الكرين، ما راح تصير عندك هاي الحركة البسيطة اللي هي يعني ما راح تصير عندك هاي الحركة ببساطة مال عملية التدوير. هناك الأحمر من مكان إلى مكان، يعني بس لازم تتخيل هالشيء هذا. يعني عدم اختيارك للبيرنج بشكل دقيق يؤدي لك الى فشل في عمل الماكينه اللي انت تسويها. زين فلذلك البيرنج سيلكشن عمليه دقيقه جدا وعمليه مهمه جدا وتحتاج الى تدقيق متعدد الجوانب مثل ما حنشوف. بس قبل لا نروح الى بيرنج سيلكشن بالحقيقه نشوف احنا اختار البيرنج على اي اساس. زين اول يعني مبدئيا انا يا بيرنج راح استخدمه. اكو عندي انواع كثيره جدا من البيرنج. فنروح الى هذا الجدول. هذا الجدول ايضا تلقوه بالكتالوجات مال الشركات المصنعه للبيرنج. ماكسيمم كاباسيتي بول مثلا بيرنج، انجلر كونتاكت بول بيرنج، سلندريكال رولر بيرنج،
spherical roller bearing, needle roller bearing, single row tapered roller bearing, طبعا double row tapered roller bearing, then ball thrust, thrust bearing the bolt اللي هو يعني رولر ثرست بيرنج بالحقيقة. منو من ذني راح تستخدمهم؟ منو من ذني راح تستخدمهم؟ هذا احنا نسميه بالبريلامينر لسلكشن مال البيرنج اللي يحدد لنا من اللي راح نستخدمه اللي هو ظروف العمل مالتنا. إذا قد عندك الراديال لود كاباسيتي مال المشين اللي انت تريد لها بيرنج، إذا كان مويرت وإذا كان هاي وإذا كان لو. لو يعني قليل، مويرت يعني متوسط، والهاي هاي يعني عالي. زين؟ إز قد مقدار الثروت كاباسيتي مال المشين مالك؟ زين؟ إز قد مقدار الليمتنج سبيد مالتك؟ السبيد الليمتنج سبيد مالتك إز قد؟ إز قد هسه الريدر ستيفنس والأكسل ستيفنس خليها صفحة، بس عندنا هالثري بارامترز هذه عوامل جدا مهمة في اختيار نوع لها. فإذا أنا عندي مودرت راديال لود ومودرت ثرست لود وليمتنج سبيد عندي هاي، زين، فأجي أقرأ أشوف إنه هاي طابق لي شنو الديب جروف بول بيرنج، الديب جروف بول بيرنج، أو إذا كان عندي مودرت لف أعلى من المودرت بشوية، زين، in one direction وعندنا limiting speed is high والله روح على maximum capacity ball bearing مثلا. يعني نوع البيرنج اللي راح تشتغل بيها الماكينة. من البداية انت راح تقرر انه انا بالنسبة لي راح استخدم مثلا deep groove يدو رولر بيرنج. وين يستخدموا؟ لما يكون عندنا الريدل كاباسيتي مودرت تو هاي، يعني اوكي، لما يكون ثرست كاباسيتي ما يتحمل اي ثرست لود، لان ثرست لود كاباسيتي مال زيرو، لتن فيت مودرت تو فيري هاي، مودرت تو فيري هاي. اذا كان عندي المواصفات مال الاوبريشن مال المشين مال هي من الرينج هذا، اقول انا احتاج هيدا البيرنج وراها يأتي الدايناميك لود ريتنج مالت الستاتيك لود ريتنج مالت. هالمصطلحات طبعا راح نجي نفصلها. ديسيجن، زين، يعني شو نقول؟ قرار أولي على نوع البيرنج بريلامينر سيلكشن. مثلا كل ما أنت حضرتك راح تروح بالشغل زايد، كل ما راح يكون عندك خبرة كلش كبيرة في عملية سيلكشن مع البيرنج. إذا سيلكتنج أو بروبريت بيرنج حتى نختار البيرنج الناسب for any given application. Design decision must be made about bearing type وعندنا size و space allocation، يعني size limitation مالتنا. احنا ما نخلي bearing راح نخليه في مكان معين، هذا المكان لازم يكون عندك بي size محدد، والمان الى mounting method، mounting method او method للحقيقة. and other details ليش؟ لأنه عندنا أوفرلاب بالمواصفات مال البيرنج. يعني راح نشوف في بعض الأحيان عندنا اللي يحققون الهدف مالتنا مجموعة من البيرنج وليس بيرنج واحد، ونقعد نختار بيناتهم. إذا كلهم يحققون الهدف اللي نريده، ناخذ مثلا الأرخص، راح تدخل
مسألة الكلفة بعملية اتخاذ القرار، زين، ونشوف شنو اللي يناسبنا وناخذه بالحقيقة. هذا اللي إذا there is no unique bearing choice، زين، it is not possible for unique choice. unique يعني شلون نقول خيار وحيد. ليش؟ بسبب التراكب عندنا ال overlapping of bearing capabilities، قابليات مال البيرنج بالحقيقة يعني أكثر من واحد ممكن يحقق لنا الهدف. من اللي يلعب دور بهالموضوع هذا بالاختيار الصحيح؟ الديزاينر اكسبيرينس، الخبرة مال المصمم أيضا راح تلعب دور في عملية الاختيار الدقيق للبيرنج. إذا هذا التيبل 1 شفنا شنو الهدف من عنده. أول ما نجي لازم نبار على تيبل مثل تيبل 1. من اللي حقق لي المودرة لود والهاي سبيد والمدرسة؟ أكو فد نوع من أنواع البيرنج، وإذا بي مثلا رولر بيرنج، أو وإذا يكون بي مثلا ديب جروف بول بيرنج، نطلع شون. فمن البداية نوع البيرنج اللي يحتاجه أكون حددته، بغض النظر عن باقي التفاصيل. باقي التفاصيل راح نجي برا هالpreliminary selection اللي سويناه. After a preliminary selection of the type of the bearing to be used، لازم نشوف إيش قد السايز مالته، وهذا راح يقعد على الشفت مالتنا لو ما راح يقعد على الشفت مالتنا. أوكي، واللود كارين كاباسيتي مال البيرنج، يكفي لو ما يكفي الحمل اللي راح يسلط عليه. هذه كلها تفاصيل بالمرحلة الثانية راح نجي راح نسويها، اللي هي أيضا مرحلة مهمة جدا من مراحل السلكشن. إذا بالبداية لازم نحدد يا بيرنج إحنا راح نستخدم، وراها نروح نشوف السايز مالته، اللود كارين كاباسيتي مالته في حالة الدايناميك وفي حالة الاستاتيك. عملية الاختيار مال السايز ومال اللود كاباسيتي تحتاج لنا إلى بروسيس سيلكشن مال البيرنج، السايز مال البيرنج يعني وش قد الاوتر دايمتر مالته، ايش قد الوتف، ايش قد الدايناميك لود ريتنج، ايش قد الستاتيك لود ريتنج، وهل انه الدايناميك لود ريتنج يكفينا اللود الابلايد على هذا، زين، اللود ابلايد على البيرنج. مو فقط هذه راح يعيش لنا الفترة اللي نحتاجها اللي احنا نسميها باللايف، باللايف لازم نحقق لنا فد لايف معين. وبالنسبة لللايف مال البيرنج بالحقيقة راح اقيسها بعدد الدورات، بعدد الريفوليوشنز اللي راح يفترها، زين. فعلى العموم اكو عندنا مصطلحات لازم نفهمها. البيسك دايناميك لود ريتنج يعني السلكشن بالحقيقة يعتمد لنا على البيسك دايناميك لود ريتنج وعلى الستاتيك لود ريتنج. ستاتيك لود ريتنج، زين، هذه الدايناميك لود ريتنج والستاتيك لود ريتنج مهمات جدا. انه يعني هذا البيسك دايناميك لود ريتنج بالحقيقه هو اقصى حمل ممكن ان يتحمله البيرنج بدون ما يحدث عندنا بفاتيك فيلير. طبعا مثل ما تعرفون البيرنجز بصوره عامه سواء كانت سلايدنج او كانت عندنا رولينج اليمنت بيرنج، الفيلير مالتها المود الرئيسي بالحقيقه هو الفاتيك فيلير، لانه الاجزاء مالتها راح تتعرض لنا الى ماكسيمم لود والى زيرو لود وهكذا باستمرار. اوكي، فالبيسك دايناميك لود ريتنج، دايناميك لود ريتنج زين اقصى قيمه للحمل اللي راح يتحمل البيرنج بدون ما يحدث لنا بفاتيك فيلير، فاتيك فيلير. اما الستاتيك لود ريتنج بالحقيقه اكبر ستاتيك لود ممكن ان يتحمل البيرنج زين بدون ما يحدث به ظاهره نسميها ظاهره البرينيلينج. ظاهره البرينيلينج يعني شايفين تعرفون شو معنى البرينيلينج؟ برينيلينج انتم تعرفوه يعني احنا بنقول برينيل هاردنس نمبر، يعني اذا نقصد الهاردنس. البرينيلينج هنا ما يصير عندك برفعه بالعاميه، ما يرفع عندك
اوكي بس بي عندنا بلاستيك ديفورميشن الاستاتيك المسلط على البيرنج. يعني انت تشوف البول او الرولر وعندك البيرنج اذا بقى لفترات طويله كما هو الحال في فترات الخزن مثلا مال المكائن المعدات زين، اذا خلينا فترات طويله راح يصير ببرينلينج، لو ما يصير ببرينلينج راح يصير عندنا هذه الرفعه اللي نقول عليها ولا. طبعا هذا الرفعه بالمناسبه الفيلير مالتها يحدد بالدايمنشن مالتها، بس راح نشوف ايش قد القيمه مال الدايمنشن. اوكي اذا عندنا هذا هو الستاتيك لود ريتنج، اذا عندنا البيسك لود ريتنج اللي قلنا عليه اللي هو الستاتيك لود ريتنج والديناميك لود ريتنج، لازم يحقق لنا شيء هذا، لازم ما يصير عندنا سيرفس فتيك، يعني اقصى حل ممكن ان يحمل البيرنج بدون ما يصير بيه سيرفس فتيك. والسيرفس فتيك شلون يبين؟ يبين لنا على شكل تنقرات موجوده على البول، تنقرات موجوده على البول، نقر زين، نقر تصير على البولت، هاي نتيجة ايش؟ نتيجة الفتيك. او تصير عندنا البرينالينج، البرينالينج هنا يتعلق لنا به اللي هو الستاتيك لود ريتنج، وهنا السيرفس فتيك يتعلق لنا به الدايناميك لود ريتنج. لذلك هنا البيسك دايناميك لود ريتنج هذا التعريف مالته اتس ا ميجر اوف ريزيستنس تو سيرفس فتيك فيلر، هذا هو الميجر المقياس مال مقاومة البيرنج للسيرفس فتيك. اوكي بينما البيسك ستاتيك لود ريتنج از ا ميجر اوف ريزيستنس اوف فيلير باي برينلينج. السي دي والسي اس هذه بالحقيقه كل شركه مصنعه للبيرنج اوكي راح تعطينا كتالوجات، كل كتالوج راح يحتوي لك على هالقيمتين هذه الدايناميك لود ريتنج والستاتيك لود ريتنج فور ايتش بيرنج. كل بيرنج راح يعطوك ايش قد مقدار الديناميك لود ريتنج وايش قد مقدار الستاتيك لود ريتنج. اوكي اذا السي دي اند سي اس ار ببلشد فور ايتش بيرنج ليستد ان مانيفاكتشرر كاتالوج. المانيفاكتشرر كاتالوج يعني انت حضرتك تروح تاخذ شركه فاق عندها كاتالوج تريد تستخدم البيرنج مال هذه الشركه، تروح تاخذ الكاتالوج مال هذه الشركه وعلى ضوء الجداول اللي راح نشوف مثلها هسه في النموذج او شركه اس كي اف نفس الحاله اوكي او كل الشركات الخاصه بالبيرنج راح تعطيك كتالوجات. يعني اول ما تجي تاخذ الكتالوج مال الشركه وهذا الكتالوج مال الشركه راح تروح تلقى بيه الدايناميك لود ريتنج والستاتيك لود ريتنج تستخدمه. هذا التيبل نمبر 1 اللي شفناه قبل قليل، انت حددت شنو نوع البيرنج اللي يوالمك للشغله مالتك. اوكي بعدين نجي على هذه الحسابات مال الدايناميك لود ريتنج والستاتيك لود ريتنج. اذا باع هنا البيسك دايناميك راديال لود ريتنج سي دي فور ريليابيليتي مقدارها 90%، هذا الرقم اللي يخليه بين قوسين هذا الريليابيليتي، يعني شنو هنا 90% بالحقيقه. يعني لو كان عندنا 100 بيرنج على سبيل المثال 100 بيرنج من نوعيه معينه، كان يكون عندنا البول بيرنج ديب روب بول بيرنج اوكي، هذه الديب روب بول بيرنج شغلناها ل 10 او 6 ار بي ام، هذا من نقول 10 او 6 ريفولوشن، 10 او 6 ريفولوشن عفوا مو ار بي ام، 10 او 6 ريفولوشن يعني العمر مالتها 10 او 6، فلما نشغلها الى 10 او 6 ريفولوشن 90% من عندها نجحت ما صار بها فيلير، و10% من عندهم صار بهم فيلير، هذا نسميه الريليابيليتي مالتهم 90%. لعدد من الدورات مقداره 10 او 6 دوره، مقداره 10 او 6 دوره. يعني تحملون الحمل وما صار بيهم عندنا ما صار عندك بيهم لا فتيك فيلر ولا برينالينج، تلاحظ شلون
تسعين بيرنج وعشرة من عندهم صار بهم فيلر، فلذلك نقول إن الريليابيلتي مالتهم هو 90%. إذا هذا الداينامك لود ريتنج فور ريليابيلتي مقداره 90%، وأغلب أنواع البيرنج في الحقيقة هي ضمن هالرينج هذا. بقى هنا منطيك التعريف هنا if defined as the largest constant stationary load that 90% of a group apparently identical bearings will survive for 1 million revolutions. هذه ال 1 million revolutions يعني شلون نقول عمر مال بيرنج، احنا دائما العمر مال بيرنج نقيسه بالمليونز اوف ريفولوشنز، المليونز اوف ريفولوشنز. فعندنا 90% 90% من جروب متماثلين يعني نفس البيرنج نفس الظروف اللي يتعرضون هذه، زين عرضناهم الى 1 مليون ريفولوشنز 90% يعني من 100 نجحوا 90 و10 فشلوا، زين 10 فشلوا، هذا نسميه الريليابيلتي 90%. طبعا هذا هو الستاندرد مالت من مال الشركات. الصراحه نجي نشوف طبعا هنا بالنسبه ان لايف شلون نحسبه، هذا هو عباره عن العلاقه ما بين اللايف وما بين هذا هو هاي العلاقة L زين إلى 10^6 revolution 1 million revolution زين dynamic load rating على load ال apply load to power A وهاي A هي 3 for roll bearing and 3.3 for roller bearing for roller bearing. هاي العلاقة ما بين اللايف ما بين dynamic load rating وما بين من شنو ما بين. لاحظ كل ما يكبر اللود كل ما لا يقل عندك علاقة أكيد. زين على العموم البيسك ستاتيك راديال لود ريتنج is defined to be the largest stationary radial load that will produce significant brainling evidence at the most heavily loaded rolling element contact. مثل ما قلنا قبل شوية تعرف ماذا شوفوا ايش قيم باو هنا significant brainling evidence هذا اللي نقول عليه significant brainling evidence ايش نقصد به؟ هذا اللي نقصد به is defined to be any plastic deformation. مثل ما تعرفون plastic deformation هو اي تشوه دائمي يحدث عندك بالنسبه للبونز او بالنسبه للرولرز. any plastic deformation بالدايمتر or width greater than 0.001 of the diameter of the rolling element. Rolling element سواء كانت ball أو كانت roll إلها عندك شنو؟ إلها قطر. أوكي. فإذا كان عندنا مقدار التشوه the plastic deformation بمقدار 0.001 من القطر مال الرولر أو مال البول راح نسميها significant brainling evidence. significant brainling evidence يعني هذا نوع من انواع الفيلير بالنصب. صار عندنا فيلير بالبيرنج بالنسبه للريليابيلتي سبيسيفيكيشن كل الكتالوجات مال الشركات والحقيقه راح تبنينا على اساس ريليابيلتي مقدارها 90% ريليابيلتي 90% اوكي ريليابيلتي 90% يعني الجداول اللي راح تستخدمها انت الريليابيلتي مالتها 90% اذا تريد الريليابيلتي اكثر من 90% او اقل من 90% زين لازم تسوي عمليه كوركشن هذا الكوركشن باستخدام كوركشن فاكتور اللي راح نسميه بالريليابيلتي فاكتور هذا الريليابيلتي فاكتور اللي هو كي ار باوع اللايف فور جيفن برو probability اوكي يساوي لنا هذا اللايف بالحقيقه for a given probability. طبعا احنا بنقول الريليابيلتي 90% يعني الفيلر 10 يعني احتماليه الفشل ايش قد تكون عندنا 10 زين البي 10 نطلع شلون فلذلك هنا ال بي لما تكون البي تساوي لنا 10 معناها الريليابيلتي جيد معناها الريليابيلتي 90% لما تكون ال L5 هذا معنى لما تكون ال L5 يعني هذا ال P تساوي لنا 5
معناها الريليابيليتي مالتنا 95%. لما تكون عندنا البي هذه 50% 50 عفوا راح تكون عندنا الريليابيليتي مالتنا 50%. وهكذا باو عنانا L10 يعني معناها شنو الريليابيليتي مالتنا 90%، يعني معناها البروبابيليتي اوف فيلير بيكون عندنا 10 والريليابيليتي مالتنا اللي راح ينجحون 90 من الجروب اللي هو 100. فال L10 يساوينا 10 اوف 6 ريبوليوشن 10. اذا ريد فور probability مو 10 يعني الريد الفيلير مثلا يصير عندنا فقط بخمسة او اربعة او من نقول اربعة يعني الريليابيليتي 96%، لما الريد واحد فقط هو اللي يشيل يعني معناه الريليابيليتي 99%. اذا هنا اللايف راح يتعدل مالتنا بحيث راح يدخل بي الكوركشن فاكتور اللي هو عبارة عن الريليابيليتي فاكتور اللي هو KR. هذا KR راح نختاره من جدول، يعني ال LP تتلاحظون مثل ما قلنا، هذه البي اذا كانت 5 معناها الريليابيليتي مالتنا 95%، اذا كانت 4 الريليابيليتي مالتنا 50%. فلذلك اللايف ات جيفن بروبابيليتي يساوي لنا هذا الريليابيليتي فاكتور ملتبلايد باي L10 اللي هو اللايف قد ما تكون عندك شنو الريليابيليتي 90%، الريليابيليتي 90%. اذا ال بي هذا ال ال وبصفها بي يعني بصفها رقم، هذا معناه اسكولد ريليابيليتي ادجستنج العفو الريليابيليتي ادجستد ريتنج لايف بالريفولوشنز اند كي ار كان بي سيلكتد فروم ذا تيبل. هذا التيبل شوف اذا كان عندنا الريليابيليتي 50% يعني البي مالتنا كانت 50 ال 50 خلينا نقول زين probability of failure بالP هو بالperson 50%. لما تكون reliability 50 يعني الفيلير يعني إذا كان عندنا 100 bearing اختبرناهم لعمر مقدار 10 أو 6 revolutions 50% هذا probability اللي مقدارها 50 و probability لاحظ في حالة 90% يكون عندنا probability هو 10 probability of failure هو 10 راح يكون عندنا KR يساوي 1. يعني إذا كانت عندنا probability تساوي 10 ال L10 راح يكون عندنا قيمة KR يساوي 1. أما ما عداها لازم نستخدم قيمة للKR، لازم نستخدم قيمة للKR. إذن هي يا أما نقول L10 أو نقول إنه الريليابيليتي مالتها 90%، الريليابيليتي مالتها 90%، يعني اختار لنا بيرنج فور الريليابيليتي راح يكون عندنا قيمة الكي آر تساوي لنا 1. وين راح ندخل هذا الكي آر راح نشوفه بعد شوية. عندنا suggested selection procedure، وهذا suggested selection procedure راح يتوضح بشكل كلش كبير لما راح نبتدي نحل المسائل ان شاء الله باذن الله تعالى. لكن بصوره عامه سلكشن راح يكون على مرحلتين. المرحله الاولى شرحناها قلنا انه لازم يكون عندك شنو، لازم يكون عندك اختيار اولي للبيرنج يا نوع من انواع البيرنج انت راح تستخدمه، هذه مهمه اللي هو بالتيبل نمبر 1. اوكي بالتيبل نمبر 1 بعدين نجي نشيك شنشيك الشغلات الثانية. الـ first design shift by taking it. طبعاً إحنا من نقول الـ applied load على البيرنج. الـ applied load على البيرنج هذا اللود من جاينا؟ اللود جاينا من الأعمال المسلطة على الشفت. لذلك في البداية لازم نسوي free body diagram نشوف إيش قد الـ reaction to the bearing، إيش قد مقدار الـ reaction to the bearing. هي هذا اللود المسلط عليما على الحمل، الحمل المسلط عليما على البيرنج. بدي دايجرام نروح نطلع ايش قد مقادير الفورسنج ونسوي بالحقيقه شيفت ديزاين مثل ما احنا في منطقه البيرنج فكل العام انتم درستوها ايش قد مقدار القطر
مناسب في منطقة البيرنج، وين راح حدد لك البور مال البيرنج، قد القطر ماله. بور مال البيرنج قد القطر ماله. زين اذا الفروم بور انا ارسل لك الفيديو لو عندك لو لما سويت انت ورا على الشاشه راح تشوف قد كان عندك اكسل فورس وقد كان عندك راديال لود. هذه هي الاكسل فورس والراديال فورس اللي راح يكون عندك لازم بيرنج هاي يتحمل. اوكي بعدين ديتيرمين ديزاين لاب ريكويرمنت. انا عندي المشين تشتغل مثلا لمده 10 سنوات، وهاي ب 10 سنوات خلال كذا شهر تشتغل لنا 8 شهور مثلا، خلال الشهر تشتغل لنا 24 يوم، خلال اليوم تشتغل لنا 10 ساعات الماكينه. تطلع شلون هذا كله بالحقيقه فيما بعد راح نطلع من عندها از قد النمبر اوف ريفوليوشنز اللي راح يشتغلها البيرنج. اللي هو مع نريد البروبابيليتي 10% ماكو مشكله، عندنا الكي ار يساوي لنا 1. اذا البروبابيليتي مالنا نريد نقللها مال الفيلير نسويها 5 نسويها 4 نسويها 1 او نزيدها نخليها 50%. مثل ما شفنا بالقليل. زين بعدين السيرفس فاكتور. of application uniform load no impact. عندنا الامباكت اكو عندنا فد فاكتور يسموه الامباكت فاكتور. هذا الامباكت فاكتور ايضا راح ندخله بالحساب مالتنا. يا حساب بالحقيقه هو الحساب انه السلكشن مال البيرنج ولا ما سوينا بري لانر للسلكشن. راح نختار البيرنج على اساس الدايناميك لود ريتنج والستاتيك لود ريتنج. بيطلع شلون؟ فبحساب الستاتيك لود ريتنج العفو الدايناميك لود ريتنج والستاتيك لود ريتنج راح تدخل هذه الفاكتورات اللي هي الكي ار والكي اي اف اللي هو عباره عن الامباكت فاكتور. اليونيفورم لود تو نو امباكت مثلا من 1 الى 1.2، البروفيشن جيرنج زين الى 1.1 الى 1.2. عفوا كلام جدول بالفلات بيلت مثلا الامباكت فاكتور تكون 1.5 الى 4.5. بالحقيقة ورا ما خلصنا السلكشن من الجدول رقم 1 اللي هو بالحقيقة الدايناميك ايكوفالنت راديال لود. الدايناميك ايكوفالنت راديال لود بقى احنا مو قلنا انه ايش قد مقدار الراديال لود وايش قد مقدار الثرست لود اللي راح يصير عندك نتيجه الفورس اناليسيس. اوكي نتيجه الفورس اناليسيس لازم نروح نحسب الدايناميك ايكوفالنت راديال لود. هذا مهم، هذا هو اللي راح نستخدمه بحساب الدايناميك لود ريتنج. زين الدايناميك ايكوفالنت راديال لود راح يكون عندنا هو هذا التعريف مالتي دي اي از ايكوال تو اكس دي في اف ار زائد واي دي في. شوفوا هذه الفاكتورز اللي هو الاكس دايناميك والواي دايناميك. اوكي هذا الاف راديال وهذا هو عباره عن الاف اكسيال. هذه الاكس دايناميك والواي دايناميك بالحقيقه نروح ناخذها من جدول باعوا. هذا هو الجدول مالكم يا تايب اوف بيرنج انت اختاريته. على سبيل المثال سنجل رو راديال بول بيرنج، سنجل رو راديال بول بيرنج. فبالنسبه عندنا خانتين اكو دايناميك واكو عندنا ستاتيك. لما تحسب بالدايناميك اللي هو الدايناميك لود ريتنج راح يكون عندك اكس دي 1 واكس دي 2 واي دي 1 واكو عندك اكس دي 2 وواي دي 2. فتروح تحسب بي اي 1 وبي اي 2. يعني البي اي 1 اللي هو عباره عن اكس دي 1 في الاف راديال زائد واي دي 1 في اف اكسيال. اوكي وتروح تحسب بي اي 2 هو اكس دي 2 في اف ار زائد واي دي 2 في اف الاكسيال. ومنو اكبر قيمه هو اللي تروح تاخذه، منو اكبر قيمه هو اللي تروح تاخذه. ماشي اذا هذه الفاكتورز ما راح ناخذها
من الجدول اللي هو هذا اللي هو الجدول رقم 4 for different types of bearings اللي قلنا أنت راح يقع اختيارك عليه. يا هو اللي راح يقع اختيارك عليه هو هنا هذا الـ XD1. لاحظ أنه الـ Dynamic Load Rating الحساب مالته. شوف الحساب مال الـ Dynamic Load Rating. لاحظ الحساب مال الـ Dynamic Load Rating هو عبارة عن الـ Designed Life بالريفوليوشن بالمليونز أوف ريفوليوشن. هذا اللي قلنا عليه مقسوم على KR. إذا كان عندنا الـ Probability of Failure هو يختلف عن العشرة 10%. يعني إذا كان 5 وإذا كان 6 وإذا كان 50 وإذا كان 40 نتلاحظون لازم يكون أكو عندك قيمة للKR. وهذه KR عرفنا من نستخدمها. إذا الديزايند لايف على 10 و 6 في KR كلها 1 على A أوكي multiplied by IF اللي هو الإمباكت فاكتور مضروب في P equivalent اللي هو هذا اللي هو equivalent radial load dynamic radial load اللي هو هذا طلعناه أوكي. يعني فهذا هو الدايناميك لود ريتنج بالحقيقة. وهذا اللي راح ندخل به إلى الجدول مال الكتالوج مال البيرنج. هذا إن شاء الله من نجي نحل راح نشوفه. بتخلوه على بالكم هذا. هذه هي العلاقة الأساسية. هو البيرنج كله إحنا راح نحسب الدايناميك لود ريتنج for a given reliability. يعني reliability 90% KR يساوي لنا 1. reliability 95% أروح أشوف إيش قد مقدار الKR وأجي أدخل هنا. أوكي؟ reliability 50% اشوف ايش قطع. ما دام الريليابيلتي انها تختلف عن 90% اكو عندك كي ار لها قيمه. ما دام قيمه الريليابيلتي تساوي لنا 90% قيمه الكي ار تساوي لنا 1. هذا يتعلق لنا شكو موجود على الشفت. عندك جيرت عندك بيلت عندك في بيلت لو فلات بيلت لو بدك تلاحظون يعتمد لنا على مودريت شوك هيفي شوك اكو عندك فيت فاكتور الى مقدار معين لازم نستخدم هنا. وهنا الايكوفالنت راديال دايناميك لود ايضا عرفنا شلون نحسبه. وان شاء الله راح يبين عندكم من خلال الحل مال الامثله باذن الله تعالى. احنا طبعا هذه مرحله من مراحل السلكشن انه نحسب الدايناميك لود ريدنج. ورا ما حسبنا الدايناميك لود ريدنج نروح ندخل ورجع اكو عندنا ديفينيشن بيه الريد البيرنج اللي رقمه 6220 الريد البيرنج اللي رقمه 5000 بتطلع سيريس يعني بتطلع شو ديزجنيتد باي نمبر اوكي. كل نمبر بالكتالوج تروح تشوف اكو عندك شنو كل نمبر تشوف ينطيك مقدار الويت ايش قد مقدار الدايناميك لود ريتنج. طبعا هو انت على اساس الدايناميك لود ريتنج راح تختارات اوكي. ورا ما اختارينا البيرنج اللي الرقم مالته اللي هو انت راح تروح تشتريه عن طريق هذا الرقم زين تروح تشيك بعد بعض التشيكات الاخرى لازم تشيك عندنا الستاتيك لود ريتنج مالته ضمن الرينج لو مو ضمن الرينج. هاي نقطه مهمه لازم تشوف الليتنج سبيد مالته يفي الغرض لو ما يفي الغرض. هاي نقطة رقم 2 ايضا يفي بالغرض لو ما يفي بالغرض. هذه الثلاث شغلات كلش مهمة بالنسبة لنا لازم تشيك. والنقطة بالحقيقة الأهم تشيك انه الأبعاد مال هذا البيرنج راح تكفي الأبعاد مال الشفت اللي موجود عندك. احنا الشفت لما حسبنا القطر حسبناه على اساس تحليل الاجهادات اللي سويناه للشفت اوكي. اذا عندنا البيرنج بالحقيقه اللي اختاريناه راح يجي يقعد على الشفت في هذه المنطقه لو ما راح يقعد. يجوز الشفت القطر مالته 5 سنتيمتر والبيرنج اللي اختاريته القطر مالته 3 سنتيمتر. شلون راح تقعد البيرنج على الشفت؟ ما تقدر في الحاله. اذا يحتاج لنا قرار انه شلون نتخذ قرار بحيث نسوي الاختيار الصحيح. يعني اترك الموضوع مال الخيار ان شاء الله على المحاضرة المقبلة. يكون عندنا مجموعة من الأمثلة اللي راح توضح لك بالتفصيل كيفية الاختيار.